قالت مصادر عسكرية عراقية أن محافظة البصرة جنوبي البلاد تشهد هدوءا حذرا بعد 4 أيام من الاحتجاجات الغاضبة وأعمال العنف تخللها سقوط قتلى وجرحى وأحراق بقار حكومية ومؤسسات خدمية. وأوضحت المصادر أن قوات الجيش والشرطة المحلية أعادت انتشارها مجددا في جميع المناطق بعد انسحابها الجزئي على خلفية الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها المدينة، وذلك بعد يوم من تعيين قائدين جديدين لقيادة عمليات البصرة والشرطة المحلية. وتقول الحكومة العراقية أن مندسين بين المحتجين يعملون على تخريب الممتلكات العامة وأنها لن تسمح بذلك، لكن المتظاهرين لطالما اتهموا قوات الأمن بإطلاق الرصاص عليهم لتفريقهم بالقوة. للوقوف على آخر التطورات في البصرة ينضم إلينا من بغداد مراسلنا شفيق عبد الجبار. شفيق، ما هي آخر التطورات الميدانية والسياسية في العراق؟ نعم فداء، أبدأ أولا من البصرة حيث شهدت أو أعلنت ما أن أعلنت التنسيقيات الخاصة بالتظاهرات والاحتجاجات في تلك المدينة الجنوبية عن تعليق التظاهرات وانسحاب من ساحات أو التقاطعات والشوارع المدينة، حتى بدت البصرة اليوم هادئة والأوضاع فيها مستقرة منذ صباح هذا اليوم. كان هنالك انتشار أمني مكثف وهنالك آليات للدوائر البلدية قد قامت بعملها بتنظيف التقاطعات وشوارع المدينة التي شهدت أعمال عنف وتخريب وحرق لأكثر لعشرات المباني الحكومية والمقرات الحزبية التابعة للأحزاب الدينية هنالك في البصرة، بالإضافة إلى إحراق الإطارات في جميع أو أغلب شوارع هذه المدينة وأغلب الطرق المؤدية إلى الأقضية والنواحي فيها. اليوم بدت البصرة هادئة، وبالإضافة إلى ذلك وصول تعزيزات عسكرية أيضا فداء من قادمة من بغداد ومن كركوك إلى البصرة تباعا دخلت هذه المدينة، وهنالك حسب ما يعني ذكر شهود عيان أن هنالك تكثيف أمني في هذه المدينة. آخر أو آخر التصريحات التي وصلتنا من قائد العمليات قائد الشرطة الجديد الذي تسلم يعني مهامه اليوم وهو رشيد فلي الفريق رشيد فليح وهو كان قائد لشرطة الأنبار في الوقت السابق، قال أننا نحترم التظاهرات الاحتجاجية السلمية ولكننا سوف نقمع وسوف ندوس بأقدامنا على حد وصفه التظاهرات التي تدعو إلى العنف أو إلى تخريب الدوائر الحكومية أو المؤسسات النفطية أو حتى قطع الشوارع المؤدية إلى الموانئ وما إلى ذلك. هذه في يعني هذه مجمل يعني الأوضاع في المدينة الجنوبية البصرة فداء. أما في بغداد فقد تنامت للأسف شفيق لم يعد هنالك وقت. شفيق عبد الجبار مراسل العربي كنت معنا من بغداد.